أبو حنيفة بعضهم رجح مذهب الإمام أبي حنيفة على بقية المذاهب الأربعة لأنه الأقرب زمانا لرسول الله، لأن أبا حنيفة كان تابعيا رأى الصحابة فهو الأفضل وهو المذهب الأقرب للإسلام. بعضهم رجح مالك، لماذا؟ قال هو الأقرب مكانا لرسول الله. أبو حنيفة الأقرب زمانا، مالك كان في المدينة فهو الأعلم بعمل المدينة الذي هو عمل أصحاب رسول الله. الإمام الصادق جمع بين القرب الزماني الذي تميز به أبو حنيفة وبين القرب المكاني الذي تميز به مالك. ونضيف أمرا ثالثا يميزه عن كل هؤلاء، هو الأقرب نسبا، فهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فهو جمع ثلاثة أمور تقربه من النبي وتجعله الأقرب من المذاهب الباقية: قرب زماني، قرب مكاني، وقرب نسبي. ينظر في فتاوى أبي حنيفة التي بناها على قياسه أمور عجيبة جدا، قد ننزه المقام عن ذكرها. من الفتاوى المنسوبة لمالك أنه قال لو شاء ولي الأمر أن يقتل ثلثي الأمة لاستصلاح الثلث الآخر لكان له ذلك. خطير، قضايا جدا خطيرة، بل مثل أبي حنيفة بلغ به الأمر أن يقول لو أدركني النبي لاتبعني، فوصل به العجب، حالة العجب بالنفس، أنه لو أدركني النبي لاتبعني. لماذا؟ قال وهل الدين إلا الرأي الحسن. الإمام الصادق لم يكن خاضعا تحت أي جهة، كان فقيها مستقلا. تقول لي حتى البقية، أقول لا، الفقهاء البقية ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالسلطة. إذا نرجع إلى مثل ابن حزم عندما يتحدث عن المذاهب يذكر هذه الحقيقة: مذهبان انتشر في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك بن أنس. لو جئنا للمذهب المالكي مثلا، المذهب المالكي هو من أكثر المذاهب التي ارتبط بالسلطان عبر مر التاريخ. قلت له يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في مصره بما رأى أنه سبب الاختلاف اختلاف الصحابة، اختلاف أقوالهم. إلى أن يقول لما أجاب مالك بأنهم لا يرضون علمنا، قال يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع ظهورهم بالصياط. يعني إما أن تتمذهب بمذهب مالك أو تضرب بالسيف وتضرب بالصياط. المذهب السائد كان مذهب جعفر بن محمد الصادق، جاء المعز وأجبر الناس بإجماع المؤرخين على العمل بمذهب مالك. أولا بدأ بتصفية الشيعة، ثم نصب فقهاء المالكية الذين قادوا هذه المجزرة العظيمة وأجبر الناس على التمذهب بمذهب مالك. مذهب الإمام الصادق لم يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بأي حكومة من هذه الحكومات. هل الفقهاء الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة، مجمع على فقاهتهم؟ الجواب لا. أبو حنيفة مثلا أكثر واحد طعن فيه، لا سيما أهل الحديث. ما هو رأي السلف في أبي حنيفة؟ فليفتح كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة، سيجد عشرات النصوص في ذم أبي حنيفة. لا يوجد أحد لم يذم أبي حنيفة، صحح هذه الأحاديث وأثبت أن السلف ذم أبا حنيفة. مالك فقيه عصره ابن أبي الذئب قال مالك يستتاب وإلا تضرب عنقه، يعني كفر مالك. أحمد بن حنبل الذي الآن رايته مرتفعة جدا في الخليج وفي مناطق الشرق الإسلامي، ليس بفقيه في رأي الطبري. الطبري صاحب التفسير عنده كتاب اختلاف الفقهاء، جاء آراء الفقهاء وبتراجم ولم يذكر أحمد بن حنبل، فعندما سئل قال هذا الرجل محدث وليس فقيه. أن مالك مثلا في بدء أمره كان يمتهن الغناء ثم تحول إلى فقيه. لكن تعال للإمام الصادق عليه
والسلام. إمام بإجماع الكل، فقيه من الطراز الرفيع، أبو حنيفة يسأل عن الإمام الصادق ينقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد المنصور. جاء بالإمام الصادق إلى العراق، بعث إلي فقال: يا أبا حنيف، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الصعاب. فهيأت له 40 مسألة، حتى أتيت على 40 مسألة ما أخرم منها مسألة. الآن نحن في زمن مفتوح، الآن بعد 1400 سنة من التعتيم نتحدث عن دول علمت قيمة هذا الفقه، مثل مصر. مصر دولة سنية، لكن علمت عظمة هذا الفقه فأدرجت فقه الصادق في مجلة الأحوال الشخصية.